المركز الأول مع الإنتاج والمنتجين هنا من أبناء القبائل في هذا اليوم المميز الجميل والجو الغائم ما شاء الله هنا والجو الرياضي المميز. صدارة هذا الشوط والمركز الأول والصدارة ياتي شمردل على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة علي بن سعيد بن علي باللومية الاكتبي، ولكن من الجانب الآخر هنا التحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ومن الجانب الآخر ياتي غازي حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. المركز الثالث مياس الدريبي بن علي بن سالم الاكتبي انطلق على المركز الثالث. المركز الرابع المزعج هنا لسالم بن علي بن حمد الشامسي انطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات، وشعار بن حاسوم مع غازي سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي منطلقا على سادس خامس المراكز. ومن الجانب الآخر أرى التسلل من رعد خالد بن سعيد بن بروك الحميري بهذا الأداء الجميل، والوصول هنا من مشاكل حمد بن محمد الغويص السويدي على المركز السابع. المركز الثامن هداد الفندي بن خميس بالفندي المزروعي ينطلق ثامنا. المركز التاسع، المركز التاسع شاهين عبد الله بن عتيق بن محمد العميمي، وعلى المركز العاشر زعفران خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي من ياتينا على المركز هنا ايضا العاشر بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المتميزة في هذا الاداء الجميل والتحدي المميز. يا سلام هذا الاسم يذكرني بسرابه، سرابه بن بخيت يذكرني ما شاء الله. نعود مشاهدينا الكرام الى صداره، نعود الى المقدمه والى المركز الاول الى صداره هذا الشوط هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل هنا والتحديات. غازي من غير على الصداره، غازي من انطلق على المقدمه على المركز الاول. حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري من ياتي على الصداره على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ياتي شمردل علي بن سعيد بن علي باللومية لقتبي منطلقا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث رعد خالد بن سعيد بن بروك الحميري ينطلق هنا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مياس الدريبي بن علي بن سالم لقتبي منطلقا على المركز الرابع. خامس المراكز غازي سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي منطلقا هنا على المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس والتحديات الجميلة، وسادس المراكز وصل هنا هداد الفندي بن خميس بالفندي المزروعي. ومن الجانب الآخر هناك التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام من قبل مشاكل حمد بن محمد الغويص السويدي من يأتينا بمشاكل بهذه التحديات والإثارة. المركز الثامن المزعج سالم بن علي بن حمد الشامسي مع المزعج في هذه الانطلاقة، الوصول من هملول سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، ووصل ايضا هنا شعار ايضا بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والاثارة. ياتي شاهين عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني من ينطلق في هذا الاداء المميز الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه هي الانطلاقات، هي التحديات. نعود الى الصدارة، نعود الى غازي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، مسيطر على زمام الامور، مسيطر على الصدارة وعلى المقدمة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. غازي يغزو الصدارة، حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري كعوائده دائما وابدا ينطلق بالصداره، ينطلق بالمقدمه وبالمركز الاول وصداره هذا الشوط. غازي غازي حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور. غازي في المركز الثاني، سعيد بن خليفه بن سالم بن حاسوم الدرمكي، والقادم هنا عزام احمد بن سهيل بن دري الفلاحي على المركز
المركز الثالث في هذه الانطلاقات هو التحديات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل. ولكن الصدارة غازي غازي سلام سلام للفقع سلام سلام للفقع سلام على هذا الأداء المميز الجميل لغازي يكرر ويعيد الكرة بالفوز وبالناموس يعيد الكرة بالفوز وبالناموس. سلالة غازي هنا على الصدارة على المقدمة في هذا الأداء. غازي المختبر هنا ينطلق بالتحدي وبالإثارة. ها هو هنا غازي غازي سلام 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 تحية احترام هناك الوالد سعيد بن غانم بن يري والمنصوري في الفقع له الثانية على هذا الأداء. تهانينا الحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري بدون أوامر يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني أتانا هملول سعيد بن قلازم بن حمرورة. المركز الثاني عزام أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي. المركز الثالث مشاهدينا المركز الرابع من وصل هناك غازي سعيد بن خليفة بن سالم بن حسوم الدرمكي. والمركز الخامس هناك مذخور للرملي بن حمد العشيقة العامري. وسادس المراكز شاهين ناصر بن راشد بن سعيد اليابري. والتوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدين الكرام لغازي هنا وأدائه المميز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لغازي للسيد حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصور. 7:31 تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كانت الانطلاقات من قبل هملول سعيد بن قلازل بن مسلم بن حمرور العامري. 7:34 خمسا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. وعلى المركز الثالث كانت الانطلاقات من عزام لأحمد بن سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. 7:35 سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا الأداء المميز الجميل هنا أيضا والتحديات والإثارة انطلاقة.